معنا الآن مشاهدينا عبر الهاتف من الرياض العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف. أهلا بك سيادة العقيد معنا. بداية أسألك، لماذا هذه العملية النوعية في هذا التوقيت بالذات والإعلان عنها الآن؟ أهلا وسهلا سيدتي. أول شيء أمسي عليك بالخير وأمسي على المشاهد الكريم وأشكر لكم كرم الاستضافة. طبعا العملية هي استمرار للعمليات العسكرية اللي هي جارية في دعم واستعادة الشرعية لليمن، سواء كان في الداخل اليمني لدعم الجيش اليمني الوطني أو حماية حدود وأراضي المملكة العربية السعودية. الفترة الماضية كان فيه هناك دلائل ومؤشرات في تحركات وتعزيزات كثيفة لاختراق الحدود السعودية. كما ذكرت بالتقرير كان فيه كثير من الخسائر البشرية الفترة الماضية للجماعة الانقلابية من الحوثيين والحرس الجمهوري. طبعا العملية كان لها طابع وإيقاع معين في تدمير القدرات المعادية لغرض تحييد خطر الهجوم الوشيك وكذلك الدفاع عن النفس، وهي نفذت من أجل حماية الوحدات العسكرية المشتركة واللي تأخذ موضع دفاعي على الحدود السعودية، كذلك المواطنين والمقيمين بالقرى والمدن السعودية، وحماية المقدرات والمناطق الحيوية من خطر الميليشيات الحوثية ومن العمليات اللي تنفذها كعمليات عدائية احنا نعتبرها همجية وعبثية، وهي بذلك تنتهك القانون الدولي والإنساني وخصوصا القرار 2216. عملية كما ذكرت هي كان لها طابع وإيقاع عالي لتدمير قدرات الحوثية المتجهة للحدود السعودية. نعم. طب ما هي الآليات عادة، الأدوات التي تستخدم في مثل هذه العمليات وفي هذه العملية تحديدا لضمان نجاحها؟ الأدوات كثيرة. كتحالف لدينا كافة الأدوات والقدرات، سواء فيما يتعلق برصد التحركات الحوثية أو وحدات الحرس الجمهوري. لدينا آلية مستمرة في تقدير الموقف العملياتي على الأرض من خلال الرصد. على سبيل المثال كرصد نحن نستخدم المنظومات الاستخبارية على مدى 24 ساعة بالداخل اليمني وكذلك الحدود السعودية. نقوم بالمراقبة المستمرة طرق الاقتراب نحو الحدود السعودية. نقوم برصد التحركات سواء كانت تحركات راجلة أو تحركات لخطوط الإمداد باتجاه القرى والمدن السعودية، وكذلك مراقبة اتصالات الحوثيين والحرس الجمهوري. هذا فيما يخص آلية الرصد، لكن نتكلم عن آلية التعامل. لدينا كافة القدرات كتحالف كقدرات عملياتية في مواجهة التهديد، سواء كان بالأسلحة المناسبة أو النوعية. وبذلك التحالف هو من يخلق التوازنات وفرض الخيارات على الأرض. نعم. طيب هل لك أن تفصل لنا الأهداف يعني التي تم استهدافها خلال هذه العملية تحديدا، يعني أكثر تفصيلا؟ قبل ما أذكر الأهداف، ما يخفى على الجميع طبعا الميليشيا الحوثية المسلحة وقوات الحرس الجمهوري هي تستخدم أسلوب حرب عصابات أو ما يعرف بالحرب الغير نظامية. هذا يتطلب متابعتها واستهدافها واستخدام ما يعرف بالصبر التكتيكي للتحديد وضرب مفاصلها ونقاطها الحاسمة. أعتقد المشاهد الكريم لاحظ تنوع الأهداف اللي تم استهدافها في الفترة الماضية، سواء كان قطع خطوط الإمداد المتجهة باتجاه الحدود السعودية قبل وصولها إلى الحدود السعودية. كان هناك الكثير من الاستهدافات للعناصر الحوثية المتسللة، سواء كانت راجلة أو تستخدم العربات أو حتى الدراجات النارية، كذلك القناصين، عربات نقل الأسلحة والصواريخ والتي تهدد المدن السعودية. ومن أهم الأهداف طبعا مخازن الأسلحة اللي يستخدم الحوثيون، سواء كانت في أودية أو في كهوف كأماكن آمنة. نعم. طب سيادة العقيد أخيرا، يعني هل نتوقع أن نرى أو يتم الإعلان عن المزيد من مثل هذه العمليات النوعية في الأيام القادمة؟ أنا أعتقد أنه العمليات مستمرة كما ذكرت في بداية حديثي، لكن السؤال الأهم أنه متى سينهي الانقلابيون انقلابهم وتسليم السلطة للحكومة الشرعية. لذلك العمليات العسكرية هي مستمرة ونحن ملتزمون بدعم وإعادة الشرعية للحكومة اليمنية بإذن الله تعالى. الانقلابيون يرفضون جميع المساعي للحل السلمي وإنهاء أزمة الشعب اليمني، ولا يخفى على الجميع الوضع بالداخل اليمني. أنا أعتقد أن الحل السلمي هو إذا أراد الانقلابيون الحل السلمي والطريق إليه هو واضح، الرجوع إلى المرجعيات الثلاث متمثلة في القرارات الأممية، منها قرار 2216
المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني. إذا امتثلوا للإرادة الدولية وغلبوا الحكمة لمصالح الشعب اليمني ستتوقف العمليات العسكرية. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا من الرياض العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف.